أي هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله تبارك وتعالى؟ الإقسام على الله عز وجل نوعان. النوع الأول هو أن يحلف أن يحصل كذا وكذا، أو يحلف أن لا يحصل كذا وكذا وكذا، هذا مشروع وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إقساما على الله، كما في حديث أنس بن النضر حين كسر في الربيع سن بنت أخرى فأرادوا أن يكسروا ثنيتها، فقال أنس رضي الله عنه: والله لا تكسر سن الربيع رضي الله تعالى عنه، فعفوا أو كان هناك صلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. وهنا إنما حلف حلفا ويمينا على الناس، على منع الناس أو على إلزامهم، كما هو ظاهر من الحديث. النوع الثاني أن يقول: أقسم عليك يا الله إلا فعلت كذا، وأقسم عليك يا الله إلا منعت كذا وكذا، فهذا الصحيح فيه والله أعلم أنه غير مشروع، ولا يستدل بالحديث الوارد في هذا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، في هذا لأنه وارد بشأن مطلق القسم لا القسم على الله عز وجل. وحين يقسم الإنسان على الله فهو يرى ولايته، ويرى أنه ممن إذا أقسم على الله أبره، ثم يلزم يرى نفسه بالعجب والكبر أنه يقضي بذلك، فيفعل الله عز وجل ما يريد، وهذا الحقيقة بعيد. ولهذا وقع نوع من التداخل، بعض التداخل عند بعض العلماء، بين مطلق القسم الوارد في حديث أنس بن النضر وبين القسم على الله أن يفعل أو أن يمنع. والصحيح أن هذا غير مشروع، لهذا لم يثبت هذا في عن الصحابة ولا عن الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في ويس القرني، ولم يعرف أنه أقسم على الله عز وجل أن يفعل أو أن يمنع. نعم. فهذا لا يكون في مقام الاحترام لله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى، حق قدره، والله تعالى أعلم. نستأذنكم.